واش الجارات كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد كيف ما كتعرفوا غنهضروا على المشكل اللي وقع في اكادير واللي تعدوا على بعض الجماهير الرجاويه. هاد المشجع الرجاوي اللي غتشوف معايا اليوم تعدوا عليه في اكادير غنسمعوا القصه ديالو، غادي تبارطاجا، غادي يوصل للمسؤولين، غيوصل للعابه، غيوصل لكل شيء. انا هنا اي رجاوي تظلم ولا اي واحد غناخذوا ليه حقه، فهمتيني ولا لا؟ حيت حنا في بلاد القانون، شي واحد ما يحسب راسو بوحدو، فهمتيني ولا لا؟ حنا كنضحيو على قبل الفرقه ولا انا كنضحي على قبل الفرقه. اذا الصوت ديال اي واحد غيوصل واي واحد ما غيتحسش ما غيحش لا بالظلم لا بتجي لعيبه. حنا مع الرجال والله يقشلنا مع الرجال. قبل ما نبداو مرحبا بالجميع في هاد لاشين، مرحبا بالجماهير المغربيه. حنا كرجاويين منفاشحين مع كاع الجماهير، عمرنا قلنا لا على الجمهور الراجل اللي يكون معنا، كنقولوا مرحبا بكل شيء وكنحتارموا كل شيء وكنقدروا الرجال، فهمتيني ولا لا؟ غنسمعوا شنو وقع وديك الساعه كلشي خليه كومونتير وكلشي بارطاجي، اللي بغى يعاون الدري يبارطاجيه، فهمتيني ولا لا؟ غنمشيو. اول حاجه الحمد لله خرجت السنه على سلامتك بعدا خويا. انا كنخدم نهار اثنين بالليل، كنخدم بالليل سايت الخدمه ديالي، جا عندي الدري صاحبي ركبنا في الطوموبيل شدينا الطريق صافي، شدينا الطريق وصلنا لاكادير، قلنا تسنى على التيران، قلنا نمشيو للمارينا نضربوا شي تصاور نشوفوا تما نتغداو نشوفوا كل شويه. جينا مع هذيك وصلنا مع هذيك جوجون وصلنا للمارينا. فوالا الدراري شدوا الطريق، فوالا ندير بروغرام، تقام واحد السويمين هما كيقادوا باغيين يخرجوا مع الخضره يديفولا ويعيشوا شويه هاد الوقيتات زوينين، يخرجوا من ستريس، يبعدوا شويه من الضغوطات الحياه. ماتش زوين، قالوا نطلعوا طلعوا اكادير ديفولين بخير، هز رزقهم ترونكيل. طلعوا المارينا كيسحابوا باللي كاينه عقور راقيه في اكادير ما غنعموش، حيت اكادير فيها الناس ديالنا فيها بزاف د الحوايج ما غنعموش بين قوسين. يعني في مارينا يعني بغاو يتصوروا يعني اجواء زوينه. شو شنو وقع لهم؟ رجعنا مع التمني من كازا صافي، كندورو كنضربو التصاور تما، ريحنا لعبنا صافي، تمينا طالعين كتكون عادي، كان كلشي توريست، كان الناس من اوروبا كانوا كول صافي. قلنا صافي سالينا، قلنا نطلعو نمشيو ناكل صافي. طلعنا ريحنا حنا ربع مور وجوج قدام، باش كنا غاديين ركبنا الطوموبيل من وحيدنا الطوموبيل الباركينغ. المشكله مارينا اللي بلاصه سياحيه ما فيهاش هادي، شي بوليسي واحد ما كانش بوليس سديتي ما كاينش على مارينا خاويه، فهمتي ولا لا؟ ما فيها حتى شي بوليسي، يعني كيقولوا لي توريست بزاف تمايا، لي ترونجي راك عارف البلان تمايا كيتسركلوا عادي، فهمتي؟ الكازا كازا إيه. شوف دا كنعرفوا ان بعد الاماكن السياحيه فالمراقبه ديالها فكتكون يعني عارف التقنيات كبيره، يعني يمكن ان كاين كاميرا ما تدخلش يكونوا يعني غادي يكون كاميرا كاين بوليس داو، ولكن لا ربما المكان اللي وقع لك انت فيه لا ربما كان يعني ما كاينش رجل امن بانه يكون في الوقت الاخر. شنو وقع من بعد؟ يعني بما انك كنتي كتفرحان، كنتي كتضحك، كنتي مع الاصدقاء ديالك، لعبتي، ضحكتي معاهم، شنو وقع من بعد؟ من بعد كنا باغيين نمشيو ناكلو وندوزو من تما نتفرجو في فريق الامنيه رجع البيضاوي، تمينا غاديين وفات لينا ستوب كاين الضو حمر، بانو لنا شي ربعه دمار، كلهم كاين اسطاش بيضاء سمارش اللي باقي عاقل عليها، وطرون طروسان، طرون طروسان فيها طرون بلاص، اسطاش فيها دو بلاص، جاهم الله، انا كشكون هذاك اللي وفيت، وديك اللقطه بحال الشرجم. ديال مورا شري علم جا واحد نشر وانا صحابي هو راه كنشد ماده انا كنجا برو بلاجي قبل غنكملوا. دابا الغلط اللي داروا الدراري وداروا بزاف هو انه كاينه حساسيه ولاش في اكادير، شكون متفقين كاينه حساسيه ديال الجماهير الرجاويه مع الجمهور ديال اكادير، كاينه تما الجمهور ديال اكادير مابقاش كيتقبل الجمهور الراجا، قال لك ما عنده ما يدير عندي تما، باش تكونوا متفقين يعني هذا قرار ديالو. يعني ما غنمشيش نتصور لا في مارينا، ما غنهز لا اي شاب لا والو، غنمشي غنتفرج في التيران وغنجي، هذا غلط. يعني غدير بحال الجروباج، غتمشي وغتجمعوا، غتمشيو نيشان تيران، غتفرجوا غتجيو بحالكم. عاوتاني الا هضرنا عاوتاني من كوتي اخر، هو انه عاوتاني الناس خارجه من تيران ضربوهم بالحجر. يعني راه كيما دار شي حرجي، اللي مشاو للتران راه ضربوهم، اللي مشاو للمحطه ضربوهم، اللي خارجين من تيران ضربوهم. لا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي منظمو كاس العالم واش اكادير شي لهاد الدرجه ولا شحال هكذا. كاينين الناس صيفطونا ميساجات بزاف قال لك كنتبرؤوا من هاد الناس هادو، فهمتيني؟ قال لك حنا اكادير ناس زوينين كنتبرؤوا من هاد الناس، واخا يكونوا ساكنين معانا ولا معانا كنتبرؤوا منهم، كنتمناو لهم اقصى العقوبات، حيت علاش كيشوهوا المدينه؟ اكادير راه مدينه كبيره، مدينه سياحيه، مدينه عندها تاريخ، فهمتيني؟ يعني هاد الناس كيشوهوا كيديروا الرف اكادير، كتشوه السمعه ديال اكادير، حتى شي واحد ما غيبقى يبغي يجي لها لا كور لا توريست لا حتى شي واحد غيبقى يجي لها. يعني راه الصوره خايبه درتوها على اكادير وباغي ننظموا كاس العالم، لا يعقل لا يعقل.
ديك اللقطه واش انت غير غير الكشكول تلاوي عليه هو صحاب لي انا كنهضر شي ماده شي ماده صافي داك صاحب ولي مول الاس اش اللي كنصيد الاس اش بدل شي متجنون صار كبير ضرب لي الضربه الاولى بحال صاحبي مباشر تلقوي واعره ضربات شان صافي كنكون رايح معايا الدراري كنقول بحال هكا ليت عليهم الطاقه كتجي فيه فهمتي صافي حتى اللي كنصايك الدراري اللي كنصايك خرج خرج من الباب قدام انا ما حسيتش بالدق تحليت الباب ديال الكراج صافي طحت انا تما كان واحد الدراري من الفريق اللي لاعبين ضدهم الجمهور مولديت وجا كان مورانا وكان معنا في مدينه السبيطار صافي ديك اللقطه واحد الدراري خدام معايا الموبيلوس كان دايز تما فوالا سمع شو اللقطه كيفاش طراش غادي في الطوموبيل جوج ماطر شكاو عليهم وخارج ايشاب بدا كيجر فيه شو بدا كيضرب فيه اللي يدو الدري مع الايشاب مدير ليه في يدو ما عندوش كيفاش غينطرو فهمتي ولا لا الاخر كيجر لي ايشاب وايدو واش فهمتي هذا يعني خاصك تفهم السيناريو ملي كيجر لي ايدو يعني جار شاد ايشاب بحال هكا كيجر لي ملي كيجر ايشاب راه كيخرج الايد ديال هادو ضربو يعني هذا حتى لو بغى يحيد يدو من الاشاره بدا يخرجها عندوش كيفاش الطوموبيل يعني حتى الشيفور ما 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 ما, ما عرفش كيفاش يحمي صاحبه انه يبراكي يدير شي لعيبه يكسيري فراني يديروا شي لعيبه فهمتي الشيفور حتى هو تضاق يعني كتاب عليهم هادشي فهمتيني يعني هذا هو البلا اللي وقع داكشي ديال ما يمكنش صاحبي بنادم دماغه يعني بدور علاش على قبل الراجه اش لا الراجه لا ما فهمتش على قبل الراجه كتكره الراجه غتضرب واحد بحال هكذا شنو دنبو مع داك ماما كتعرفو ما والو حيت خضر لابس خضر واش يتحدى لي فهمتي انا والله ما انا ما تعطينيش صح ما نقدرش ندير انا فيك عديش معاك مشكل وغنجي نعاديك ما ميتخوش ليا لدماغي عندي معاك مشكل اه ما عنديش معاك مشكل ما صافي جيت تما داون السبيطار كتشوفو يعني السياره كذلك مضروبه شنو وقع لك السياره رجعت انا اللور هي فين ضربوش ضربت كانوا باغي يكملوا شاد الله كانوا الجمهور المدير في وجده هما اللي هبطوا الاخرين هرب دخلوا الجمهور وهما ما مشاوش هربوا بقاو كيدور فهمتي جابت دعوات في البلاصه بقاو كيدوروا بقاو كيدوروا تما يعني بنادم محمر يعني بان لهم هذاك اشار بغاو يحيدوا ليه صح واش فهمتي ولا لا مشكله صح هربوا دابا واحد الشمارين الوسط قلتي عليهم ما عرفتش عليهم داك المتمين الاساس راجوي دايرين كتقول الدراج وجبالوا انهم راجعوا منين وجبالوا انهم تمام من جمهور الراجل ولا لابسين الخضر تخيل معايا انا ما فهمتش انا انا نكون بغي فرق كيبغي فرق اخر ولابس الخضر باش تعرفوا تقول انت راك راجعوي فاهم ليا البلاط كيجي عندك وكاين شحال من واحد لابس خضر كيقول لك صاحبي اللي بغى يمشي من هنا جي نوريك الطريقه هذه وكيديك يحنطك ولا كيديك يتعدى لك ولا كيدوز من هداك لابس خضر كتقول راجعويين شوف لي اخ خطه خطه الخطاط خطاط بنادم ما لعبش في هذا الماتش وما عنده حتى شي علاقه ودماغه خدام شوف لي 2024 بنادم كيدير في العاقه وكيدبر على راسو كيتنقى وبزاف الحوايج واحد باقي الهم ديالو هادشي باقي باغي يادي الناس علاش على قبل درجه هذه وفهمت صدق انا هرب لي دماغي هاد العقليه كيف هاد العقليه اللي كنشوف باقا ما عرفتش عرفتش اصاحبي والله ما عرفتش بالله بعد ما شفتي الاصابه شنو داروا الاصدقاء ديالك اللي كانوا معك؟ اول حاجه كان واقف معايا الدري اللي خدام معايا اللي هو امين بات لي لومبيلونس خرج ليا الكشكول اللي هو اللي فهمتي وانا مريح هي فين داس واحد لومبيلونس توقف حبس الطريق ويجي يعني هادشي قبل من المباراه قبل من المباراه ديك الساعه مع 3 ونص العشاء الاصدقاء ديالك حتى واحد ما شافش حتى واحد ما شافش هاي مرتبطه كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه تي في المباشر ما دخلوا تفرجوا لا في ماتش ما عاشوا اجواء شي كيبقى عندهم ما تشمتوا لا بمقابله لا والو تحرموا يعني اصاحبي شنو هو ماشي بلان هذا ماشي رجليه شو ما صح جمع المغرب في السيبه واش المغرب في السيبه واش ناو دابا كل جمهور يبقى في مدينته لا واش كل جمهور يبقى في مدينته منوع التنقل هادشي اللي بان لي انا من الافضل نحبسوا والله ما نكذب عليكم بالله لا يمكن درت شو الجمهور الجيش ودرت شو الفاس ودابا درت شو الراجا وضرب شو الناس بالحجر وبزاف الحوايج تما الاكادير ردي شو فحال هكذا مالكم تما الاكادير باش خيبوها صح من احسن المودو اللي عزاز علينا مالكم اصاح شو ما صاح سكانير داك سكانير صافي قال لي الطبيب راه دابا كلينيك كبير ما فيهش القبص قال خاصك تمشي تشري القبص يعني مشى للكلينيك قال لي خاصك تشري القبص الهربه كلينيك كبير ما فيهش القبص او مستشفى مستشفى عمومي اكيد مستشفى حسن الثاني مستشفى الحسن الثاني يعني هذا ميساج وزير الصحه مستشفى حسن الثاني صح عرفتي شكون حسن الثاني
الرسمية ديالو على بركة، مش عارف شكون حسن الثاني، مستشفى حسن الثاني، شاد الناس مبقاوش كيعطيو قيمة ولا شنو؟ وزير الصحة بن طالب على ما أظن، ياك وزير الصحة حشومة صح، خص الشفاء للمستشفى حسن الثاني. حسن الثاني رحمه الله، الله يرحمه في هاد النار اللي دا شي حوايج دارو ما يمكنش، كان في تاخر وبيكا مغاربة، اسم ديالو مستشفى بالاسم ديالو في أكادير، والدري جات واحد يجيب القبس، فهمتش؟ لا سيني سيسي اللي كتعاون الصحة فين هي؟ وزير الصحة فينك؟ هذا راه ميساج منا حنايا، واخا حنايا ما ساكنينش في أكادير، وكدوك الناس ديال أكادير كون راه ما كاينش اللي كيوصل لهم صوتهم، خاص الشيفات تما. نتمناو راه كواريت كاينه تما، سما الدريش كيقول قال لي الطبيب غنعدو لك بما شي كاز تكنيك، لا غير عدى لك شنو دار قال لي عمليه بالنجم، قال لي عمليه صافي يعني غير ديبانا، قال لي عمليه في البلاصه، قال لي شفت سكانير في البلاصه، قال لي دار لي عمليه ديبانا تال الاخر، والله تال الاخر ما يمكنش ديبانا بعمليه، ما عرفتش اش داير لي، كون راه ما عادش داير لي تما في ديك الليل، شحال في المغرب وشحال فين هنا تسطاني. باش كتشكر شموني الدار سلف الخواتات من بوحد اللي خدام عليهم، سمعوا خدام على سلف الخواتات وجي تشد عليه، انت راجل نتوما رجال دابا، شوماش عليك سلف الخواتات راجل عليك، جيت تفرج في ماتش خلص من عنده، خدام على سلف الدريات عائلة تشد عليه نتايا، جمالنا احنا فين؟ احنا فين كولومبيا ولا فين؟ شبا ترجعوا لنا هذا المغرب هذا؟ اش بغيتوا تسكتونا وبغيتوا تحرمونا وبغيتوا تضربوا بنادم ما فهمتش، شبا تصيفطوا للحبس، شبا تصيفطوا للسبيطار ما عرفتش، ترى الدرجه وصلنا الريكي نافيكي على دار خارج يدي بلاصه على الراجه، وديروا لي فحال هكذا وايدوا اللي كيخدم بها، كيضرك خاطرك اصاحبي، واقع الا بغيتو نرخوي ونمشيو بحالنا، هادشي اللي بقى. راه علاش نقول لك ان السيد هذا، السيد هذا راه راجل، راه ماشي بحال هذا اللي ضربو هذا المجرم هذا اللي تعدى عليه، اسمع السيد، السيد هذا اللي ضربتيه، اسمع راه خدام على سلف الخواتات، اقول راه حشومه عليك، راه حشومه عليك هادشي اللي درتي، راه دابا ها هو ترس لي العظم ديالو في الهشاشه ديال بانو في السبيطار، يعني شوف دابا ما حيدتو انه يشرب على عائلته، ما حيدتو المصاريف ديال العلاج، مصاريف ديال العلاج اكيد غادي تكون باهظه، لان اللي غادي تشوف الضربه غادي يتاكد ان الضربه مصاريف العلاج غتكلف بها الراجا، وغيتكلفوا بها اللعابه ديال الراجا والمكتب ديال الراجا، ولا غنتكلفوا بها حنا كجمهور غنشريو التيكي، انا كنقول هاد الهضره هادي ومني غنبدا، علاش اي واحد تاذى منا جيني هاد الدري علاه فين تضرب في طريق الراجا، انا كنشجعوا الراجا وكنبغوا الراجا، والدري ضحى على قبل الراجا، واي واحد كيتعادى في طريق الراجا حنا معاه، فهمتيني؟ وهذا الميساج غادي يوصل للعاب وغيوصل لكلشي، وانا غنعرف بنادم واش كاين معنا الرجال في هذه الفرقه ولا ما كاينينش، ولا كل واحد كيصوت على خبيزو، انا هاد الدري هذا ما كنعرفو ما كيعرفني اقسم لكم بالله، وكيبقى فيا حيت كاينين بحالو بزاف اللي ما بانوش، كاين بحالهم بزاف اللي تعداو ليهم، وانا دوزت دي بلاص موج بزاف وعشت كثر من هادشي، فهمتيني؟ وهاد الدري هذا انا غنشوف الرجال اللعابه، اش اي لعاب ما خاصو تا خير، واي واحد في المكتب ما خاصو تا خير، وكتوقفوا لنا كنشريو التيكي وكنعاونوكم باش كتخلصوا وكتربحوا، انا هاد الكره هادي ما عندي ما ندير بها، انا ما يتعداش ليا شي واحد، حيت راه جا وكثر من خويا انا، تكونوا متفقين، هاد الدري هذا الميساج غادي يوصل، كلشي غتبارطاجي هنايا، كلشي غتبارطاجي اللعابه كاملين، غنجبدكم كاملين، انا الزنيجي بولكسوت بالعمري مقدم خفيفي مقعازي زريده بوكرين نفاتي بوزو بن عياد موهوب كلشي ابريغو ايرفيغاي كامارا زيلا ايلعب الزرهوني كلشي نائب الرئيس الهاله بودريقه مكتب كامل ابراهيمي كلشي انا كامل سميتكم الدري هذا ديروا شي لعيبه بغيتو تحطوا لنا التيكي نشريو دير لي عمليه وتسوانا ونشوفوا شنو واقع ليه بغيتو تكلفوا من عندكم فهمتيني يعني بلا ما تصمكوها بلا ما تحاول تصمكوها غندير لكم بلبله غنبلبله ديال بصح هذا غد سلام عليكم هاد الدري هذا قلتي فاجا بغينا شي فاجا من اسئله الراجه
مش عارف الراجل واش كيبغي جمهوره ولا لا، مش عارف هاد الناس واش كيبغوا الجمهور ولا لا، فهمتيني؟ نضحيو على قبل الراجل، ماشي فاش كيطلعوا كيبغوا يتصفقوا. هذا دري من بزاف اللي تشدوا، كاين داري اللي تشدوا في الحبس فابور، كاين داري في السبيطار، كاين اللي مات. الدري هذا يستاهل منافقي على اسره وتقع وتقاشر على قبل الراجل وما تفرش وتضرب في الراجل ومن عنده مخلص. اذا الميساج وصل غلقوا شي فاتحه، شي فاتحه في باج اوفيسيال في اي لعيبه خارجه اعلاميه تسوق نعش. الدري هذا دار مع تاوي، وهادشي اللي كاين ديما راجل.